هل السنة في الحرم أجرها مضاعف إلى 100,000 حسنة مثل نعم. الفريضة؟ صلاة السنة في الحرم هل أجرها مضاعف إلى 100,000 كالفريضة؟ نعم، عموم الحديث يقتضي هذا. صلاة في مسجد هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه. فالصلاة عام، هذا للفريضة وللنافلة.